مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. احمد الطاياكم من قناه فرنس باشن، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. والفيديو اليوم حنحكي عن اثنين من اشهر العطور النسائيه الجديده اللي نزلت، اللي تنوصف كاكثر العطور سكسيه، كاكثر عطور اغراء، وكاكثر عطور جاذبيه للرجال. هو عطر فلانكاري. العطر هو بدون مقدمه اكثر لابيل من جولتير. هذا هو لابيل الاصدار الاول الاصلي، واكو نسخه لابيل لابارفان راح نتكلم عنها همين بهذا الفيديو ونقارن بيناتهم، اللي هي النسخه الجديده اللي نزلت في 2021، وهاي النسخة هي نسخة 2019. بس بالبداية حنتكلم عن هاي النسخة بالأول. هو التصميم نفسه، الألوان تختلف مثل ما تشوفون بالصورة، بس هاي النسخة اللي هي موجودة عندي ذيك النسخة اللي مختبرها وشامها بس ما موجودة عندي، فراح أتكلم عن هاي التصميم وأراويكم شلون يجي. أول شيء هذا السيت، فالسيت ما يجي مثل العلبة وحدها، إذا وحدها راح تيجي بعلبة تكون مشابهة لهاي العلبة، نفس العلب الرجالية مال جولتير، بس هاي يعني اسطوانية لونها يكون مختلف، بس هي حتجي نفس العلبة، بس هاي السيت فيختلف العلبة مالت. فهذا السيت مثل ما تشوفون يجي وياه 10 مل، وهذا حجمه 100 مل. على الغلاف مال السيت مكتوب انه هذا العطر صناعة اسبانية، وهذا العطر حنتكلم عنه اليوم صناعة اسبانية. العطر سوى ضجة كلش كبيرة، اخذته لهذا حتى اختبره واعطيكم رأيي به. العطر يعتبر واحد من اكثر العطور السكسية مثل ما قلت، كأكثر عطور مغرية، وخلينا نشوف بهالحلقة هل فعلا يستحق هذا اللقب. قبل كل شيء خلينا نتكلم عن التصميم. التصميم جدا حلو مثل ما تشوفون، يعني كأنما جسم امرأة والورد ينزل من رقبتها، الصورة كلش حلوة، تصميم بيرفكت، الالوان بيرفكت مال العطر، يعني فشي قمة الجمال والجاذبية بصراحة. يعني بالنسبة للزجاجة العطر انثى، يعني شلون جود جيرل النسائي نفس الشيء، جمال مو طبيعي للتصميم. التصميم يأثر على رأينا، يأثر على اختياراتنا. يعني انا واحد من الناس ذكرت بالحلقة مال ذا موست وونتد انه هذا العطر كنت حيران بينه وبين عطر ثاني، بس اخذت هذا العطر كتصميم قبل الرائحة، انه جدا عجبني، انه كانما يعني بكره مال مسدس وعجبني اللون مالته. ونفس رغم انه هو ذا موست وونتد، قصدي عفوا موست وونتد الاصلي، نفس التصميم بس اللون يختلف، بس هذا اللون احلى فخم اكثر. فاني انجذبت للتصميم قبل الرائحة، والرائحة طبعا طيبة جدا، بس قصدي انه التصميم ممكن يأثر على الاختيار، ممكن يأثر على حتى رأينا. انا ما اقول انه هذا العطر رائحته مو طيبة، بالعكس ممتاز جدا، بس قصدي انه تصميمه ممتاز كذلك، وهو حيعطي انطباع اول انه هذا العطر ممتاز قبل ما تشتم الرائحة. طبعا نسختين هذا واللا بيرفيوم نفس الاستخدام بالضبط، اثنيناتهم شتويات ما ينفع استخدامهم بالصيف. اثنيناتهم كتصنيف بدون الفانيلا، الفانيلا جدا قوي بالنسختين، بعد هذا حيكون فاكهي حلو، بينما هذا حلو فاكهي، فاللا بيرفيوم حالاته بعد اقوى من لابيل الاصلي. المكونات المشابهة بالنسختين انه الكيمثري موجودة بهذا باللا بيرفيوم، وكذلك الفانيلا موجودة بالنسختين، بينما المختلفة لا بيرفيوم بي بعد حبوب التونكا عفوا وبي الياسمين فقط، يعني هو اربع مكونات فقط، بينما هذا بي البرقموت، بي جلد، بي نوتات زهريه، وبالقاعده بي عنبر، وبي مسك، وبي نجيلن هن، فنوتاته اكثر. زين، السؤال الاول، هل اكو داعي انه وحده عندها لاب بيل الاول وتشتري لاب بيرفيوم؟ لا ماكو داعي، لان الدي ان اي جدا قوي موجود بالثنين، رغم انه اللاب بيرفيوم ذاكرين اربع مكونات فقط، بس تحسون بي مكونات اكثر. وحده من المكونات اللي حسيتها موجوده بيه وهم ما كاتبيها، تحسون حراره الدارسين موجوده باللاب بيرفيوم اكثر من هذا. هذا يعني انه فروتي فاكهي، ما بي حراره، ما بي قوه، الجلد مو موجود، رغم مذكور الجلد بس ما تحسون انه نوتات جلد. فهو العطر انثوي جدا، حلو جدا وفاكهي جدا، حلو الدرجه انه يعني لو بينك شوجر تعتبروها بنيه وعندها اخت صغيره اقل هدوء من عندها بس هي تشبهها، فهذا حيكون الاخت الصغيره لبينك شوجر قوه الحالات، حالاته قوية لدرجة انه هواي بنات ما راح يحبوها، هواي بنات ما راح يتقبلون هاي الحالات، والرجال كذلك. العطر جدا طيب، انا بالنسبة لي حبيته. العطر الكيمثري بي جدا قوي، مو حالات بدون يعني نوتات ثانية، لا الكيمثري موجود، نوتات الزهرية موجودة، تحسون فواكه بيه هواية، البرقموت الموجود بيه ضعيف جدا ما مخليه العطر يصير منعش، يعني تحسون انه هاي المكونات مال هذا العطر هو نفسه مال لا بيرفيوم، بس لا بيرفيوم يعني ما ذاكر انه بيه برقموت، نوتات زهرية هواية بس كافين الياسمين. العطر جدا طيب، العطر يعني حبيته، انا صدق العطر سكسي، بس مثل ما قلت مو كل بنية ممكن تتحمل هاي الحالات، خصوصا بالبداية، يعني حتكون حالاته قوية بأول دقائق، يعني ممكن يطول 10 دقائق انه حالات قوية وبعدين يبدي يخف شوي شوي. فبصراحة تعودتوا على صراحتي، ما اقدر اكذب، ما اقدر اجامل، هذا العطر ما اقدر انصح به المخطوبات.
أقدر أنصح به المتزوجات إنه أوكي أنت ورجلك تختارين عطر ويشتمه وهاي، بس احتمال هاي الحالات تنرفز، احتمال هواي ما يحبون هالحالات الأوفر. أنا واحد من الناس يعني إنه أنا حبيت إنه التميز مالته، قدرت أفرزن النوتات الموجودة بي، بس هواية اللي ما متعودين على العطور مش عارفين عطور هواية ما حيقدرون يفرزنون بين النوتات الموجودة بي، وممكن يعني يخلطون بينه وبين عطور ثانية بس على الحالات، إنه الحالات حتعميهم بحيث ما يشوفون النوتات الموجودة الأخرى، وحيشوفوها عطر مكرر شاميب بهواية أماكن أخرى، واحتمال الحالات البي حتزعجه لأن بي سكر، بي سكر خلينا نقول هيك من النهاية إنه العطر بي سكر صناعي مو سكر طبيعي، سكر مال عطور الديزاينر، سكر قوي، هواية يحبون الحالات، أرجع أقول هواية يحبون الحالات، بس هواية كذلك ما يطيقون الحالات الأوفر وما يحبوه يشوفوه فشي سلبي، فالعطرين بيهم هالشي بيهم حالات أوفر، بس لا بعرف يوم حصل تقييم أعلى، يعني مثل ما قلت إنه بيحد، يعني هذا ذاكين بيجلود هو لا ذاك كأنما ماخذين نوتة جلدية نوتة الدارسين ماخذين قوة مالتها ومخلي عطر يصير شوية سبايسي مو هواية شوية، ولهذا جاب تقييمات أعلى من النسخة الأولى. كأداء العطرين أداء ممتاز، يستمرون 8 ساعات بسهولة، بس لا برفيوم شوية أقوى، كفوحان اثنين فوحان جدا جدا قوي، ولهذا سبب إنه أداء قوي فوحان قوي وحالات قوية أقول كونوا حذرين باختياره وحاولوا تجربوه قبل ما تقتنوه. مو عطر سيء بالعكس، عطر جدا ممتاز، عطر هواي حبه، عطر سكسي بالفعل، عطر سكسي اللي يحب هاي النوتات، مو عطر سكسي للكل، مو عطر مغري للكل، لا أكو من حيحبه واللي يحبه حيحبه كلش لأن يحب الحالات، واللي ما حيحبه ما حيقدر يطيقه بسبب قوة حالاته. دا أحب أوضح هالنقطة حتى ما تختلط الأمور عليكم. أخير ملاحظة أقولها على اللابية، رغم أنها ذكرت نوتة الجلد ما تعطي حدة للعطر، ما تعطي قوة للعطر، بس نوتة الجلد أتصور مأثرة على رائحة الفانيلا الموجودة بيها، لأن بصراحة رائحة الفانيلا الموجودة بهذا العطر جدا مميزة ما حشموها عطر ثانية، مو لأن الفانيلا مميزة، أتصور وجود الجلد هو مأثر على الفانيلا مخلي مطيته هذا التميز. فالعطر رغم حالاته بيه تميز، بس بيه تميز اللي متعود على العطور، بيه تميز اللي شام عطور هواية والشام عطور هواية حيقدر يتميز بهذا العطر ويشتم التميز الموجودة به. بس المشكلة انت متاخذ عطر مو تريد بس يعرفون بالعطور، مو بس اللي عنده عطور هواية يحبون العطور، لا لازم الجميع، يعني تريدون يعجب الأكثرية مو بس المختصين بالعطور. بس هذا العطر مثل ما قلت تحفة للي يعرفون عطور واللي عندهم عطور هواية، وعطر عادي حلو بالنسبة للي ما عندهم عطور هواية. فنقطتين هي تأثر على العطر، الخبرة بالعطور وكمية العطور المستعملية، والنقطة الثانية هي الحلاء وتقبلكم للحلاء. هذا الشيء لازم تحطوه بالحسبان لما تختارون النسختين، وإذا ما تكررت نسخة واحدة كافية ده عدش نسخة ما تحتاجين له، لأن DNA مال هذا موجود بقوة بلا بارفوم، حطوا هالشي ببالكم. العطرين أنصح بالأيام الباردة، الباردة جدا خصوصا لا برفيوم يحب برودة أكثر حتى الحالات تكون مقبولة أكثر، فهما جدا جدا شتويين، العطرين ما أنصح باستخدامهم بالصيف نهائيا. فبالنهاية العطرين ينفعون جميع الأعمار، العطرين ينفعون مع كاجوال مع رسمي ماكو مانع تلبسوه بالثنين، بالنسبة للطالبات بالنسبة للموظفات الثنين يقدرون يستخدموهم، ينفع مثل ما قلت ينفع لكل الأعمار، بس يبقى القرار شخصي لكم، وهاي من العطور اللي أفضل أن تجربوها بنفسكم. ما أنصح بلايند باي بصراحة، يعني ما أنصح أن تشترون عطر بدون ما تجربوه إلا إذا أنتم كنتم من عشاق العطور الحلوة. هاي نقطة عدتها هواية وأكد عليها هواية حتى ما تلوموني بعدين، بس العطر فعلا يعني إذا واحدة متزوجة مثلا تحب العطر ورجلها يحب العطور الحلوة حيلقى هذا العطر جدا جدا سكسي فعلا هذا الشيء. فالعطر سكسي مغري للي يحبون حالات واللي يحبون هذا النوع من العطور، العطر فعلا يستحق اقتناء لهم. انا اتكلم عن النسختين مو بس عن هاي النسخه، لانهم مثل ما قلت الدي ان اي قوي وهم مشابهين، يعني مشابهين بالقوه مشابهين بالحالات تقريبا، فمشابهين العطرين. بس لا برفيوم هو اللي حبيته اكثر بسبب انه هو مثل ما قلت شويه متحدده حالاته شويه بي سبايسز خفيفه، فاني حبيت لا برفيوم اكثر من النسخه الاصليه لا بير. بنهاية الفيديو أتمنى أعجبكم الفيديو، إذا أعجبكم سووا لايك سبسكرايب على زر الجرس، واللي عندكم أي سؤال استفسار تقدرون تكتبوه بالكومنتات، وصلوني على إنستغرام، بالإنستغرام دائما بالستوريات نطرح أسئلة وأنا أجاوبكم عليها وأخلي الأجوبة على الستوريات والكل يقدرون يشوفوها. فحاولوا ضروري جدا أن تتابعون رابط الإنستغرام اللي حيفيدكم كل شيء هواية، خصوصا معرفة الأصل من التقليد. فأشوفكم فيديو جديد مع عطر جديد، مع السلامة أصدقائي.